السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عمي كايب، لاباس عليك؟ اهلا بنتي خديجة. لاباس الحمد لله، كي داير؟ الله يحفظك ويرعاك، الله يبارك فيك. تعازى الحارة في الوالدة الله يرحمها ويجعلها من حور الجنة ان شاء الله. اللهم امين لله، الله يطول عمرك بنتي خديجة. الله يحفظك. عافاك عمي كايب، بغيت نسولك واحد السؤال. نعم ممكن؟ مرحبا. على صوت الرحمن واحد المقطع فاكي تعاود بزاف المرات، هو اعوذ بالله. فبأي آلاء يا ربكما تكذبان؟ هذه ما فهمتش المعنى تاعها، وبغيت تشرح عليا وبغيت ندوز لك الام تاعي عافاك. واخا لاله، اول حاجه السؤال اللي عطاتو البنيه ديالك كلمه فبأي آلاء يا ربكما تكذبان، هذه لازمه وقعت في سوره الرحمن، وان شاء الله غنوصلوا للتفسير ديال سورة الرحمن اللي قال فيها ربنا عز وجل لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن. راه ملي غنوصلوا سورة الرحمن راه ان شاء الله غنحفظوها ونحاولوا نفهموا المعاني ديالها ونقراوها جميع، راه ان شاء الله فين ما مشيتي محبوب راه كتكون بحال العروسة، فين ما مشيتي كتلقى الأبواب مفتوحة والدار اللي دخلتي ليها يهزوك فوق ريوسهم، وفي أي إدارة دخلتي ليها مرحبا وألف مرحبا، وفين ما حطيت يدك تربح ملي غنوصلوا لسورة الرحمن. هذيك اللازمه اللي كتكرر كتسمى اسلوب التكرار في القران العظيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء هي النعم، يعني ربنا سبحانه في سورة الرحمن سوف يستعرض نعمه على الخلق، سيستعرض عالم البحار وعالم الفضاء وعالم الاجنه وعالم الطيور وعالم النباتات، سيستعرض كل شيء. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، عجيب. غيتكلم على لا تنفذون الا بسلطان، على النجوم والكواكب، وكل مره كيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بأي نعمة تكذبون. واش كتكذبوا لما تكلم الله على الأرض أو على السماء أو على البحار أو على النباتات أو على الجن والإنس؟ يا معشر الجن والإنس كل هؤلاء بما تكذبون؟ ربي غيذكر في سورة الرحمن جميع كنوز ملكه وتجليات عظمته، وكل مرة يكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان. بأي نعم عبر كل هذه النعم ولا زلتم تكذبون؟ إن شاء الله غنوصلوا سورة الرحمن وغنشوفوا فيها الأسرار المعظمة. احنا الآن باقيين في السنة الخامسة للبعثة، ووصلنا إلى الآية السورة في النزول رقم 47 في النزول، هذا بالترتيب النزول. لحد ساعة دوزنا 47 سورة. احنا الآن في سورة الواقعة، وإن شاء الله غنكملوها بإذن الله، وأنا على يقين بأن عمر الفقر ما غيدور بينا وبيكم. عمر الفقر، عمرك ما غتشعر بأنك فقير. يكفي أن الله غادي يعطينا ويعطيكم القناعة بالقليل، ويعطينا الله ويعطيكم الشبع، ولو غير شربة الماء، والله شربة الماء كتشرب الشبع غير القليل، وكتصب أنك شبعان وأنك ما خاصتكش، وخا ما عندكش ما خاصتكش، كيعطيك الله هاد البركة هي الأولى. عاد يفيض عليك من نعمه حتى تفيض من الخيرات وتعطي ولا تخشى الفقر بفضل الله تعالى، ويكون عندك الادخار ولا تخشى أبدا اي ازمه او اي كورونا او اي ازمه اقتصاد. ربي غادي يجعلك معززا مكرما. كيف ذلك؟ ربنا قال يرزق من يشاء بغير حساب، بلا حساب، الحساب كله خليه. عندك كالكلاتريس، عندك اله حاسبه لا تستعملها، داكشي من عند الله كتسمى البركه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.